من أصعب المشاعر الإنسانية اللي ممكن الإنسان يختبرها بحياته إنه يتعرض للخيانة. كثير من الرجال حول العالم بيخافوا من فكرة الزواج بسبب خوفهم من تعرضهم للخيانة. كثير من النساء حول العالم بظنوا إنه الرجال خائنين بطبعهم. اليوم رح نذكر أشهر 3 قضايا بعالم المشاهير تعرضوا للخيانة ونحكي كيف تعاملوا مع. بس قبل ما تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. ضجت الصحف العالمية بخبر خيانة بيكيه لشاكيرا، وبناء عليه قررت شاكيرا الانفصال عن حبيبها بيكيه بعد علاقة استمرت ل 12 سنة وأثمرت عن طفلين. هيدي العلاقة كانت مثال على الحب بين الأزواج أو بين الأحباب. كان كتير من الناس يشوفوا أنه هيدي العلاقة هي علاقة مثالية بسبب توافقهم هنن الاثنين. كتير كنا نشوف من البوستات على السوشيال ميديا بتحكي عن حب شاكيرا لحبيبها وعن علاقتهم سوا، ويشوفوا فيها أمل للحب وللاستمرارية هيدا الحب. ولكن هيدا الحب انتهى بالانفصال، والسبب هو الموضوع اللي عم نحكي عنه بهيدا الفيديو اللي هو الخيانة. خيار شاكيرا اللي أخذته هو الانفصال تماما عن حبيبها، وهيدا الخيار هو نسبة كبيرة من النساء حول العالم تاخده بعد ما تتعرض للخيانة. اليوم رح نبلش بأشهر 3 مشاهير ونحكي كيف هن تعاملوا مع الخيانة. أول مثال رح نتناوله اليوم هو قضية طلاق النجمة أصالة نصري. كلنا تابعنا خبر انفصال النجمة أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، والسبب ذكرته أصالة بأكثر من لقاء اللي هو الخيانة. أصالة كلنا بنعرف قد هي شخص محب ومعطاء وبيقدر الطرف الآخر، والحب مهم بحياته. شفناها كتير عم بتقدر زوجها وعم تعطيه كتير من الحب والدعم بشكل دائم. ولكن للأسف رغم كل محبة أصالة نصري لزوجها وكل تعبير عن مشاعرها، ما أنقذ هيدا الشي زواجها من أنه يتعرض للخيانة. وهي حكت بكتير من اللقاءات عن الموضوع، شفناها بكتير حالات نفسية، سواء بأنها هي غضبت وعبرت عن حزنها، عن احتجاجها، عن غضبها، عبرت عن إحساسها بالألم النفسي، حتى أنها هي حكت الاكتئاب اللي مرت فيه ورحلتها من العلاج النفسي ما بعد الطلاق. ولكن بالنهاية أصالة اختارت إن هي ما تكمل هيدا الزواج بوجود الخيانة، وقررت الطلاق وانقطاع العلاقة بينها وبين طليقها. وهيدا الخيار بيلجأ له كتير من النساء حول العالم في حال تعرضوا للخيانة، لأنه ألم الخيانة كتير كبير، فهن ما بيعودوا قادرين إنهم يتحملوا هيدا الوضع مع شريك حياتهم. ثاني علاقة انشهرت كتير بسبب الخيانة هي علاقة الأميرة ديانا مع زوجها الأمير تشارلز. كلنا تابعنا، بل العالم كله تابع، ولليوم هيدي القضية لا زالت تلقى كتير من الرواج، اللي هي خيانة الأمير تشارلز للأميرة ديانا. قديش كانت هيدي الخيانة مؤلمة بالنسبة لإلها، قديش هي بعدها ما استقرت نفسيا أبدا، لا كانت عم تدخل من حالة نفسية سيئة لحالة نفسية أسوأ. هيدي الحالة كانت كتير صعبة، وكتير من النساء حول العالم ايضا بيتعرضوا لها بعد تعرضهم للخيانة، حتى لو كانت اميرة، مثل ما كتير منشوف من تعليقات الناس انه اذا الاميرة ديانا تعرضت للخيانة فشيء طبيعي انه الكتار يتعرضوا للخيانة. الحقيقة انه الخيانة اللي تعرضت الاميرة ديانا ما لها علاقة لا بجمالها ولا بشكلها ولا بموقعها ولا حتى بالوضع الاجتماعي اللي هي فيه. الخيانة هي شيء تاني يتعلق دائما بالطرف الاخر يلي قرر انه يخون، ولا شك انه هي كتير مؤلمة وسيئة. حتى انه شفنا انه اطفال للأميرة ديانا لا زالوا بيعانوا من اثار هيدي الخيانة الى يومنا الحالي. وخيار الأميرة ديانا كانت الانفصال والطلاق، وهيدا كان خيار العائلة المالكة ككل بسبب الألم يلي كانت عم تحمله هيدي العلاقة. في المثالين السابقين يلي حكيناهم، بالإضافة للقضية اللي عم تشغل العالم حالياً اللي هي قضية شاكيرا، كان الرجل هو الخائن. وهذا الشيء يمكن بيعزز عند المرأة فكرة إنه جميع الرجال خائنين، ولكن للأسف هذا الشيء ما صحيح. في كتير من النساء حول العالم أيضاً هن بيكونوا اللي قاموا بفعل الخيانة. وبمثالنا الثالث كانت امرأة اللي عملت الخيانة، وتابعنا أيضاً هذا الشيء بشكل علني. هذه العلاقة هي علاقة النجم
النجم العالمي ويل سميث مع زوجته جادا سميث. كل العالم تابع أيضا اعتراف جادا لزوجها بأنها قامت بخيانته. هذا الاعتراف صدم العالم لأنه لأول مرة امرأة تعترف على العلن بخيانتها لزوجها وليس العكس. وبعد هذا الاعتراف هن رجعوا حبايب وراحوا صيفوا سوا ورجعوا عملوا شغل سوا ورجعوا يطلعوا على العلن، وهذا الشيء كان مستغرب لأنه بالعادة الخيانة تنتهي بالانفصال أو بعداء الطرف لطرف تاني أو يمكن تنتهي بطريقة ما كتير لطيفة، ولكن علاقة جادة ويل كانت جدا مستغربة لأنه هن سامحوا بعض ورجعوا لعلاقتهم السابقة. اعتقدت شاكيرا انه في حال هي ما تزوجت بيكي حبيبة فهي رح تضل بنظره الحبيبة المثالية، وهذا الشيء ممكن يحمي علاقتها. وفكرت الاميرة ديانا انه جمالها وعمرها ومكانتها الاجتماعية ممكن تحميها من الخيانة، ولكن ايضا هذا الشيء ما حماها من الخيانة. وكذلك الناس اللي بتفكر انه الخيانة دائما بتصدر من الرجل، شفنا اليوم بمثالنا انه كان في امرأة هي اللي من قامت بفعل الخيانة. وبالإضافة أنه في كتير ناس بتأكد أنه الخيانة سبب عدم اهتمام طرف بالطرف الآخر، شفنا الاهتمام الكبير يلي قدمته أصالة نصري لزوجها السابق، ولكن أيضا هيدا الشيء ما حماها من الخيانة. يلي منستنتجه اليوم انه الخيانة ما إلها علاقة بالجنس سواء رجل او امرأة، ما إلها علاقة بالجمال، ما إلها علاقة بالمشاعر المتبادلة بين الاطراف ولا بالاهتمام. الخيانة هي عبارة عن نقض احد الاطراف لعهد او ميثاق او فكرة تعاهد الطرفين على احترامها. الخيانة هي خيانة العهد والميثاق، والطرفين هن اللي بيحددوا شو الخيانة، وهن اللي بيحددوا كيف يتعاملوا مع بعض الخيانة، هل يستمروا او يوقفوا هيدي العلاقة. بالنهاية لكل شخص تعرض للخيانة انت مانك لوحدك، شفنا كتير من النماذج العالمية للاشخاص تعرضوا للخيانة. المهم انه ما توقف عند هيدا الحد وتعرف نفسك وتعرف كيف تعالج نفسك وتطلع من هيدا المشاعر.